وإلى حفل تنصيب حاكم الجديد لإقليم مايوكبي شرق موسى هارون ترجو خلفا للسيد رمضان إردبو بحضور وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي بشر علي سليمان بحضور السلطات الإدارية والعسكرية والتقليدية. عبد الله هارون. بحضور السلطات الإدارية والعسكرية والتقليدية جاءت مناسبة حفل التنصيب الرسمي لحاكم إقليم مايوكبي شرق موسى هارون ترجو خلفا للسيد رمضان إردبو. وبهذه المناسبة فقد حن الحاكم السابق على الحاكم الجديد على تعيينه في المنصب، وأكد بأن إدارته السابقة تجاوزت العديد من التحديات التي يعاني منها الإقليم، كما يجب على الحاكم الجديد متابعة كافة الملفات الأمنية. حاكم الإقليم الجديد موسى هارون ترجو قال إن أولوياته بسط الأمن والاستقرار لسكان الإقليم والسحر على حفظ ممتلكاتهم، وأكد بأنه سيبذل ما بوسعه لمكافحة جميع الإشكاليات المتعلقة بعملية الإجرام ومحاربة السرقة والنحب وضبط النظام العام. بدوره وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي بشر علي سليمان قال إن رغم خبراتكم الغنية والثقة التي أولاها رئيس الجمهورية على توليكم في هذا المنصب، يجب عليكم توقي الحيطة والحذر لمواجهة العقبات التي تواجه الحكومة، كما يتطلب منكم بذل مزيد من الجهود من أجل تطوير وتقدم وتنمية الإقليم. نصب مؤخرا المدير العام السابق للوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية محمد أبا صلاح كلا من مسؤولي الوكالة في إقليم البحيرة وإقليم كانم وبحر الغزال بحضور حاكم إقليم البحيرة وكانم وعدد من المسؤولين الإداريين بالمنطقة، إلى جانب أعضاء بعض المؤسسات التي تم دمجها ضمن إصلاح الأجهزة الإدارية. محمد حسن آدم والمزيد من التفاصيل. تنفيذاً لسياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز قطاع الزراعة والثروة الحيوانية باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين للاقتصاد الوطني، ومواصلة لنشاطات الوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية أنادير، جاءت مناسبة تنصيب مسؤول الوكالة بإقليم البحيرة. المناسبة كانت بحضور حاكم الإقليم آدم فورتي أحمدو الذي أكد أهمية هذه الوكالة الفتية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وتلته كلمة التنصيب من قبل المدير العام السابق لوكالة أنادير محمد أبالي صلاح. الشيف دانتين حس انستالي في اللاك ده، الشيف دانتين ده هي المحقة اللي رجوعنا لك وهذا كما كل الشيف دانتين التسع انستالي أول ده، واحد ده عند رجوع تنين، واحد عند رجوع ثلاثة، ما هنا لاك عشان هدي ما نسود لاك أول جاي وندوري هدي ما ده يوصل أديل، والهدي ما هجا ما يجي فقط المنجمة هنا برا هنا لاك ناس عايشين جنب برا هنا لاك ما يوصي. من ناحيته مسؤول الوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية بإقليم البحيرة أبكر محمد كيلة قدم حصيلة شاملة لأعمال وإنجازات شركة تنمية البحيرة سوديلاك سابقا، مؤكدا المضي قدما وبذل المزيد من العمل لإنجاح المهمة التي أوكلت إليه. هذا وفي سياق متصل، فقد تم تنصيب مسؤول أنادير بإقليمي كانم والبحيرة، وذلك بحضور حاكم إقليم كانم عبد سائر فضل، حيث ابتدأت المناسبة بكلمة مندوب التنمية الريفية بالإقليم، ومن ثم كلمة المدير العام السابق للوكالة محمد أبالي صلاح الذي طلب من العمال والإداريين بالهيئة الوطنية للتنمية الريفية والبرنامج الوطني للأمن الغذائي سابقا الوقوف بجانب المسؤول الجديد للوكالة من أجل بلوغ الأهداف المنشودة. المسؤول الجديد للأنادير بالإقليمين محمد صالح إيسا أكد هو الآخر بذل المزيد من العمل وتقديم الدعم اللازم للمنتجين الزراعيين من أجل مضاعفة الإنتاج وتأمين الغذاء للمواطنين، وكذا المشاركة في رفع التحديات التي تعيق تنمية العالم الريفي.